بعد تعيين خنوش رئيسا للحكومة من قبل الملك بن كيران يصرح انتهى الكلام. كتب الصحفي مصطفى الفن أنه اتصل بالسيد عبد الإله بن كيران مباشرة بعد نزول بلاغ الديوان الملكي الذي تحدث عن استقبال الملك لعزيز خنوش وتعيينه رئيسا للحكومة، وأضاف: اتصلت ببن كيران من أجل التعليق على الحدث، خاصة أن بن كيران سبق له أن حذر في آخر خرجة إعلامية له من تعيين عزيز خنوش رئيسا للحكومة. وكان رد بن كيران حسب الفن كالآتي: أنا تحدثت عن عزيز خنوش قبل هذا التعيين الملكي، لكن الآن هناك قرار ملكي، وعندما يتحدث الملك أو يصدر قرارا فتعليقي هو انتهى الكلام.